وإلى أخبار المحترفين، والبداية مع النجم محمد صلاح، حيث قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تسعى لتجديد عقود الثلاثي فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح. وأشارت التقارير أن الإدارة تسعى في البداية لحسم تجديد عقد البرازيلي فيرمينو، خاصة وأن اللاعب يتبقى في عقدين فقط، وبعد ذلك سيتم التفاوض مع الثنائي صلاح وماني. وأوضحت التقارير أن إدارة الريدز تسعى لرفع عقود اللاعبين الثلاثة لتصل إلى 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، مثل الوافد الجديد فان دايك. وما زلنا في انجلترا، حيث تابع محمد النني خسارة فريقه أرسنال لكأس الاتحاد الإنجليزي من على مقاعد البدلاء. وخسر أرسنال من السيتي بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أمس الأحد. وفي السعودية، والبداية من الأهلي، حيث ينتظر مؤمن زكريا لاعب وسط فريق أهلي جدة السعودي قرار الجهاز الطبي للفريق بخصوص الإصابة التي يعاني منها. وكشفت تقارير صحفية أن زكريا يعاني من الإصابة في الكتف، حيث ينتظر تحديد الجهاز الفني لفترة الراحة التي يحتاجها قبل المشاركة مع الفريق ومدى جاهزيته لخوض مباراة التعاون المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل. وفي نادي الفيصلي، شارك صالح جمعة في تأهل فريقه لنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز الذي حققه على القادسية بثلاثية مقابل هدفين. وشارك جمعة من بداية المباراة حتى الدقيقة 69 ليساهم في تأهل فريقه للنصف النهائي ومواجهة الأهلي يوم 31 من مارس المقبل. وفي نادي التعاون، وصل الفريق الذي يضم بين صفوفه الثلاثية المصرية عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي تدريباته استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل. وغاب عن التدريبات المدير الفني البرتغالي جوزي غوميز لتواجده في بلاده لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية. وفي نادي الاتفاق، حصل حسين السيد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام القادسية بناء على تصويت الجمهور. وساهم السيد المعارف في فوز فريقه بالمباراة من خلال صناعته الهدف الثاني لفريقه الذي انتصر على مضيفه بهدفين مقابل هدف. ويلعب السيد في صفوف الاتفاق على سبيل الإعارة من النادي الأهلي بداية من الانتقالات الشتوية الأخيرة. والآن فاصل قصير ونعود للملعب العالمي، ابقوا معنا.